تكون في صالحنا خلال دقائق الجولة الثانية. لذلك التعامل هادئ، تدبير سليم من جانب عناصر أسود الأطلس، بينما كرة تمشي هناك للاعب حكيم، حكيم زياش ينتظر الصعود للعب نبيل درار، درار يرفع شباكك يا كبار. الأسود تزار في أبيجان، الأسود تزار في أبيجان، هكذا يا الصورة. الله يا درار، الله على المهارة، الله على الدقة، الله على التسديدة. المنتخب المغربي